اليوم حنايا متواجدين باقليم تنغير بالضبط ببومال دابس بلاصال ديال الرياضه مع البطل بطل في التحدي والخوارق السي محمد خالد. شكرا منبر 24 اللي طحن متاعب السفر باش يحضر عندنا هنا في مدينه بومانداس باش يجي معنا ان شاء الله واحد اللقاء رياضي حول هذا الرياضه ديالنا اللي هي رياضه نادره في المغرب ديال الخوارق باذن الله. انا كنشوف بانها هي ديال المغامره يعني كتغامر بروحك اصلا. ضروري هذا الرياضه الحمد لله راه من صغري انا تنمارسها. شنو سنه وانت ديال الممارسه؟ انا جيت ملي كانت عندي 7 سنوات ولكن من 2000 انا بديت هادشي ديال الرياضه ديال تحت الخوارق ولكن مؤخرا في 2010 هادشي طورتها مزيان ونثبت العديد من المدن.